بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم طه علي الصباغ، قسم الإلكترونيك، كلية هندسة الإلكترونيات، جامعة نينوى. اليوم راح نعطي بعض النصائح والإرشادات بخصوص الامتحان الإلكتروني الذي راح يتم على منصة جوجل كلاس روم. مثل ما تعرفون، خلال الفترة الماضية أنتم تابعتم الصفوف الإلكترونية على المنصة، وهناك أساليب مختلفة لطرح الأسئلة. الأسئلة ممكن تكون صح وخطأ، ممكن تكون اختيارات، ممكن تكون أجوبة قصيرة أو شرح من سطر أو من عدة أسطر. هناك أنواع أخرى من الحل يتطلبها الامتحان، ممكن أنه تكون عبارة عن سؤال يحتاج إلى حل معادلات رياضية، سؤال رياضي، ممكن رسم، ممكن مقطع لرسم شرائح إلى آخره. فهذا يطلب من الطالب أنه يجري هذا السؤال، ينفذه على ورقة ويكتب بواسطة القلم. من الضروري أنه يهيئ الطالب هذه الأمور قبل الامتحان. أنت عليك أنه تهيئ موبايل وتأخذ صورة للحل وترسلها. الضروري أنه الطالب هي مجموعة أوراق من حجم A4، وحسب تعليمات الكلية اللي أنت تتبع لها، بعض الكليات راح تطلب منك وضع اسمك وتوقيعك على الورقة. أنت تقوم بهذا العمل، تجيب ورقة A4 تخلي مثلث لا يزيد عن 10 سنتيم في 10، وتكتب اسمك وأتوقع في هذا المكان. هناك بعض الكليات قد تطلب منك عدم وضع الاسم والتوقيع، لأنه هي لها أسلوبها الخاص في كسب المعلومات، وممكن هذه الحل مالتك يصل اسمك وبياناتك دون أن تسجل اسمك. فلكل كلية أسلوبها الخاص. طبعا ما مسموح للطالب أنه يضع أي شيء خارج هذا المثلث بالنسبة للاسم أو التوقيع، فقط يحل في هذا الجزء من الورقة، لأن في هذه الحالة راح يعتبر غش إذا وضعت أي علامة خارج المثلث. فقط أنت تكتب اسمك وتوقيعك داخل المثلث. طبعا أرجع أؤكد أنه حسب تعليمات الكلية. عادة يكون الجزء الأول من الامتحان الإلكتروني أنه يطلب منك كتابة اسم الكلية، القسم، الصف، الشعبة، والاسم الثلاثي بالتأكيد. قد تكون الأسئلة مصممة على شكل صفحات. السؤال الأول تكمل الحل بالسؤال الأول، ثم تنتقل إلى السؤال الثاني باستخدام كبس على مفتاح نيكست. وبعد ما تنتقل إلى السؤال الثاني والثالث، وإذا حبيت تراجع ممكن أنه تستخدم المفتاح باك للرجوع إلى بقية الأسئلة حتى تقوم بمراجعتها. قد يكون تصميم الأسئلة بأسلوب يجبرك أن تكمل حل السؤال بكل فروعه لتتمكن من العبور إلى السؤال اللاحق. لذلك إن لم ينتقل بك البرنامج إلى السؤال اللاحق، معنى ذلك أنه قد سهوت أحد الفروع. وهذا بالحقيقة بعض الإجراءات اللي يتبعها الأساتذة حتى يجبرك أنه تحل كل الأسئلة مع بعض وما يفوتك أي سؤال، والسؤال اللي ما تعرفه ممكن تخلي نقطة. المهم أي معلومة تخليها إذا أنت ما تعرف السؤال أو ما تعرف الإجابة. قبل الامتحان يجب عليك أن تهيئ الأمور بحيث أنه ترتب الموبايل مالتك من ناحية دقة الكاميرا. راح تدخل إلى الكاميرا وتكبس على مفتاح المسننات وتختار دقة، أصغر دقة موجودة بالموبايل. للعلم أصغر دقة هي جدا كافية لأي ورقة مكتوبة باليد، فلا يصير عندك شك أنه الدقة راح تكون قليلة. فقط اتأكد انه لما انت تاخذ الصورة تكون ايدك بشكل جيد وما مهتزة حتى الصورة تكون دقة كافية. وقبل ما ترسلها انظر الى الصورة، شوف وضعية الصورة هل هي مناسبة للقراءة ام لا. اذا لا، ارجع اخذ الصورة مرة اخرى وهكذا كمل.
إن كنت تستخدم حاسبة شخصية لازم تربط الموبايل مع الحاسبة بواسطة سلك اليو اس بي كيبل، وبعد الربط راح تشوف علامة على الموبايل تطلب منك السماح انه تربط مع الكمبيوتر، راح يظهر لك الموبايل على شكل احد الديسك، تختار دي سي اي ام ومن ثم كاميرا، وراح تطلع لك الصورة اللي انت اخذتها، تاريخها ووقتها، تتعرف عليها بسهولة. اذا كان عندك عدد كبير من الصور، ادخل على الفولدر اللي بيه الصور، كليك يمين واختار سورت باي وكرييتد. الان راح تظهر لك الصورة اللي اخذتها، اول صورة ضمن الصور الثابتة. اذا كان عندك فيديوهات راح تكون مجموعة الفيديوهات، واول صورة ثابتة هي الصورة اللي اخذتها توا. فهذه اذا كانت عليك صعبة انه تختار او تلقي الصورة اللي اخذتها مؤخرا. واذا انت قدرت تستخدم الموبايل، هاي الامور ما راح تحتاجها، راح تكون هي متوفرة في الموبايل، مجرد انه وصلت للسؤال واخذت صورة للسؤال ترفع الصورة في المكان المطلوب. بعد ان قمت باخذ الصورة ونقلها الى الحاسبة، الان انت في صفحة السؤال. في صفحة السؤال اللي يطلب منك ابلود فايل، يعني المطلوب منك انه تحل على الورقة، فراح تشوف هناك مفتاح اد فايل، تكبس على هذا المفتاح وتختار الصورة اللي أخذتها للحل بعد نقلها إلى الحاسوب. بعد ما اخترت الملف، اكبس على أبلود حتى يقوم بتحميل الصورة اللي أنت أخذتها. مو يعني القصد أنه ما تخرج من الامتحان وتروح ترسل الصورة إلى إيميل معين، لا، في داخل الامتحان راح يشوف هذا المفتاح Add File. أنت لما عملت أبلود لهذا الفايل، الوقت المستقطع للرفع راح يكون في هذا الوقت. ولذلك أنا أنصح كل طالب عندما يحل سؤال أن يقوم برفع السؤال مباشرة بعد إنهاء الحل وأخذ الصورة، حتى لا يصير زخم في نهاية الامتحان وكل الطلبة يريدون يرفعون الصور مالتهم. فأنت كل سؤال تكمله وارفعه في وقته. إذا وجدت خطأ في الحل خلال فترة المراجعة، يمكنك حذف الصورة والتعديل وأخذ صورة جديدة ورفعها ثانيا. بعض الأسئلة تحتاج أكثر من صورة، مثلا رسم مع بيانات أو معادلات مع مخطط معين، فممكن أنه تكبس على Add File وتضيف صور أخرى. طبعا ضروري أنه تتأكد أنه الصورة ما مهتزة لما أخذت الصورة بالموبايل. كيف تنهي الامتحان؟ في نهاية الامتحان هناك مفتاح مكتوب عليه Submit إرسال. أنت بمجرد ما تكبس Submit راح تنتهي علاقتك مع الامتحان، وكأنه سلمت الدفتر الامتحاني إلى الأستاذ المشرف على القاعة، فما عندك مجال أنه تتراجع. بعد ما تكبس على Submit راح تطلع لك رسالة تم استلام رسالتك بنجاح، أو عبارة Your response has been recorded، اللي هي by default تطلع من البرنامج إذا الكلية ما ضافت هذه العبارة. قبل ما دخلت إلى الأسئلة، أنت كبست على الجوجل فورم وبدأت تحل وكملت، وبعد ما كملت عملت عملية Submit. ارجع إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالأسئلة واكبس على Mark Done. هذه بالحقيقة هي مجرد تنطي فد انديكيشن للجنة الامتحانية انه انت كملت الحل وخرجت من الامتحان. طبعا اذا انت نسيت هاي العملية وما كبست على مارك أزدن، الاسئلة مالتك وصلت الى اللجنة الامتحانية بشكل طبيعي وخلاص، يعني ماكو اي مشكلة، فلا تقلق ولا يبقى عندك اي اشكال. تمنياتي لكم بالنجاح، وإن شاء الله تعبر هذه الأزمة، أزمة كورونا، وترجع الحياة الطبيعية، ونرجع إلى مقاعد الدراسة، وبوجودكم تزهو كلياتنا وجامعاتنا العراقية، وإن شاء الله دائما الموفقية والتقدم والنجاح. تحياتي.